لا يزال الوضع في اليمن حرجا، وحدة الصراع تزداد يوما بعد يوم، وتتضاعف معها مأساوية الوضع الإنساني ومعاناة اليمنيين واليمنيات. لقد عاش اليمنيون وللعام الثالث على التوالي ما يجب أن يكون شهر للتسامح والسلام، يتحول إلى رمضان مليء بالعنف واليأس. لقد شهدت الأسابيع الماضية المزيد من معارك الكر والفر بين أطراف النزاع، فقد تزايدت وتيرة العمليات العسكرية في محافظة حجة ومأرب والجوف، كما ارتفعت حدة المواجهات في تعز ومحيطها الشرقي منذ 10 حزيران، من حزيران يونيو، للسيطرة على القصر الرئاسي، ونشهد بموازاة ذلك قصف عشوائيا على المناطق السكنية، مما أدى إلى مزيد من الوفيات وإلى تدمير ما تبقى من البنى التحتية بتعز. وقد استشهد وجرح العديد بمحافظة مأرب، خاصة خلال المواجهة للسيطرة على مديرية صرواح. وكذلك استمر العنف في محافظة حجة والمنطقة الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية في 22 و29 حزيران، مع سقوط قذائف في منطقة جيزان السعودية. بالإضافة إلى ذلك استمرت الغارات الجوية في صعدة، تعز، مأرب وصنعاء، وقد أصيب السوق في قرية المشنق في صعدة في 18 حزيران يونيو، وفي مخا في 4 تموز يوليو، مما تسبب بخسائر بشرية عديدة وإصابات حرجة ضحاياها أساساً نساء وأطفال. ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه بالرغم من حثنا الأطراف على ضرورة احترام القانون الدولي العام، إلا أن التعرض للمدنيين وللبنى التحتية لا يزال مستمراً، وهذا غير مقبول لأي سبب كان. أكرر أنه من الضروري الالتزام بالأعراف والقوانين الدولية. في 15 حزيران يونيو تعرضت سفينة إماراتية لقصف من منطقة قريبة من ميناء المخا، ولا شك أن ذلك يهدد أمن حركة الملاحة في مضيق باب المندب. إن الاستهداف المتواصل للسفن في المنطقة يعيق وصول المساعدات الإنسانية والمواد التجارية الأساسية لليمنيين الأكثر عوزا. بالإضافة إلى ذلك، إن العمليات التي تشنها الجماعات المتطرفة في اليمن ومنها القاعدة تزيد من خطورة الوضع الأمني. ففي 7 حزيران يونيو استهدفت سيارة تحمل مواد متفجرة موكب مدير الأمن في أبين، مما أدى إلى مصرع 2 من مرافقيه. وبعد أسبوع من هذا الحادث ألقى مسلحون بأجهزة متفجرة قرب محطة الشرطة في محافظة الضالع، مما أدى إلى مقتل رئيس الشرطة وجرح آخرين. وقد قامت الحكومة اليمنية بنشر قوات إضافية في أبين ولحج وتعز من أجل مكافحة الإرهاب. وأكرر في هذا السياق ما ذكرته سابقا، أن طول أمد النزاع سوف يؤدي إلى انتشار المزيد من الجماعات الإرهابية التي سوف تستغل الفراغ السياسي والأمني للسيطرة على الأرض. إن الحالة الإنسانية في اليمن مروعة، والشعب يعاني من الحرب والجوع وداء الكوليرا الذي تفشى من جديد في المرحلة الأخيرة. فالبلاد إذن لا تشهد أزمة طارئة واحدة، إنما تشهد مجموعة أزمات متعددة الوجوه والأبعاد، والتي تؤثر لغاية اللحظة على ما يزيد عن 20 مليون شخص، وتأثيرها سيبقى طويلا حتى بعد انتهاء الحرب. ذمة 14 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و17 ملايين هم عرضة للمجاعة، كما سوف تسمعون من الزملاء بعد لحظات. إن داء الكوليرا يتفشى بسرعة ويصيب الأطفال والمسنين والفئات المستضعفة في مناطق مختلفة من اليمن، وهناك ما يزيد عن 300,000 حالة معرضة لهذا الداء، وأكثر من 1700 شخص لقوا حتفهم بسببه.
عشرات الآلاف من المسعفين والطاقم الطبي لم يحصلوا على رواتبهم في الأشهر الأخيرة، كما أقفل ما يزيد عن نصف المراكز الطبية والمستشفيات، وبالتالي تأمين الأدوية والمعدات الصحية يبقى تحديا حقيقيا. إن انتشار الكوليرا وبهذا الشكل السريع يعكس مخلفات انهيار القطاع العام في البلاد. إنني أشيد هنا بالمنحة السخية التي قدمتها المملكة العربية السعودية وقيمتها 67 مليون دولار، والتي ساهمت في تخفيف حدة انتشار الكوليرا، وأدعو الدول المانحة الأخرى إلى المساهمة هي الأخرى في أسرع وقت ممكن. إن عدم دفع الرواتب العاملين في القطاع الصحي ومؤسسات الدولة أمر خطير ولا يمكن التغاضي عنه، كون استمرار الحال على ما هو عليه سيدفع المؤسسات العاملة إلى التوقف عن العمل وتقديم الخدمات. وفي هذا السياق أؤكد دعمي لمقترح برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة بدفع حوافز مالية لموظفي القطاع الصحي بأسرع وقت ممكن. يحتاج هذا المشروع لدعم مالي من أجل تأمين استمرارية الخدمات الصحية، ويدعو الدول الأعضاء لبذل الجهود من أجل تطبيق هذه المبادرة. من الضروري تحصين عمل مؤسسات الدولة والقدرات المحلية لتحسين الوضع الإنساني وتأمين الخدمات الأساسية في المستقبل. على صعيد آخر، من المتوقع أن يتم صرف الربع الأول من محصلة برنامج التحويل النقدي الذي يموله البنك الدولي لمساعدة الفئات الأكثر عوزاً في البلاد في شهر آب أغسطس، وسوف يستفيد منه ما يقارب 8 مليون مواطن يمني. وقد عمل فريق عملي بشكل متواصل من الشركاء مع الشركاء المعنيين لإنجاح هذه المبادرة، بهدف تحسين القدرة الشرائية وتجنب الفقر المدقع وتحسين الوضع العام وإعادة الأمل. ونحن نأمل أن يتعاون المجتمع الدولي مع هذا النداء ويساهم بدعم هذه المبادرات. خلال العام المنصرم قمت ومنسق الشؤون الإنسانية بالدعوة بشكل دوري لاستئناف الرحلات المدنية من وإلى مطار صنعاء. إن توقف الرحلات المدنية فرض عبئاً إضافياً على اليمنيين وفاقم من سوء الأزمة الإنسانية. أناشد التحالف وطرفي النزاع مساندة مقترح الأمم المتحدة لاستئناف الرحلات الجوية، وبالأخص للمرضى والطلاب الذين تقطعت بهم السبل في الخارج من أجل لم شمول العائلات. سيد الرئيس، لقد تابعت العمل مع أطراف النزاع والتباحث معهم حول المقترحات التي أطلعتكم عليها في إحاطتي السابقة لهذا المجلس الموقع، وأنا أقوم حالياً بالتحضير لدعوة ممثلين عن أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام للبدء بمناقشة هذه الأفكار في أقرب وقت. وكان لدي خلال الأيام الماضية اتصال مباشر مع أنصار الله، وهذا يدعو للتفاؤل، ويستغل هذه الفرصة لتقديم بالغ الشكر لجمهورية الصين الشعبية التي لعبت دوراً جوهرياً في هذه الاتصالات. إن المقترحات تتمحور حول منطقة وميناء الحديدة، وتهدف لتأمين وصول المواد الأساسية والتجارية عبر الميناء، ووضع برنامج عمل لجباية الضرائب والعائدات واستعمالها لدفع الرواتب وتأمين الخدمات الأساسية بدل تمويل الحرب. إن التوصل إلى اتفاق حول الحديدة سيشكل النواة لاتفاق وطني شامل يضمن المباشرة بدفع الرواتب في كل المناطق، مما يخفف من معاناة اليمنيين. ولا شك أن هكذا اتفاق سوف يحتاج إلى آلية واضحة تضمن استعمال الضرائب والعائدات في صنعاء والحديدة وكافة المناطق لدفع الرواتب وتفعيل مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات. لقد تعاونت الحكومة اليمنية بشكل إيجابي مع هذه الأفكار ووافقت على التباحث معها بها، وقد أيدت الحكومة اليمنية ضرورة وضع
برنامج عمل يضمن تأمين المواد الإنسانية والتجارية ويمنع تهريب الأسلحة وسوء الاستقلال لجباية الضرائب والعائدات. كذلك وصلت من المملكة العربية السعودية صباح اليوم بعد أن التقيت بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وأرحب بتأييد القيادة السعودية ودعمها لمناقشة الأطراف اليمنية هذه المقترحات والتوصل إلى اتفاق. سوف أغادر غدا إلى القاهرة كوني أعمل حاليا مع الحكومة اليمنية وقيادات إقليمية على هذه الأفكار، كما آمل أن ألتقي قريبا بوفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام للتباحث بمقترحات الحديدة ودفع الرواتب كخطوة أولية نتوصل من خلالها إلى وقف كامل للأعمال القتالية وإلى حل سلمي شامل يعيد الاستقرار إلى اليمن. ولا شك أن مشاركة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام جوهري، وعليهم إظهار حسن النية والتعامل مع المقترحات بشكل بناء إن كانوا فعلا يريدون إنهاء الحرب وتحسين الوضع الإنساني. مجدد شكري العميق للمجتمع الدولي الذي لطالما برهن عن دعمه الكامل لي وللمقترحات التي تقدمت بها إلى الأطراف، وقد قمت مؤخرا بزيارة سريعة إلى فرنسا، وقد أكد المسؤولون الفرنسيون تأييدهم الكامل لمسار السلام. فلا شك أن وحدة الصف الإقليمية والدولية أساسية لتأمين السلام والأمن في اليمن. سيد الرئيس، لا بد من التوقف عند شجاعة وجهود المجتمع المدني اليمني يبذل مساعي متواصلة للدفع قدما بعملية السلام بالرغم من التحديات الأمنية العديدة التي يواجهها. لقد تابعت مجموعة التوافق النسائي بنشر ثقافة السلام والتباحث بآليات تخرج البلاد من نفق الحرب المظلم. وكذلك التقيت مؤخرا في عمان بمجموعة من الشباب اليمني الناشط الذي عبر عن معاناة الشعب اليمني ودعمهم الكامل لمسار الأمم المتحدة. إن جمعيات المجتمع المدني على تواصل دائم معي ومع فريقي، وهي مدركة تماما أن الحل السياسي وحده سوف ينهي الحرب وينهي معها معاناة اليمنيين. إن هذا الاندفاع وحس الانتماء الوطني يحملان الكثير من الأمل، وأتمنى لو يتمثل القادة السياسيين بهم وبحبهم للوطن وللمواطن الذي نلتمسه مع كل مقترح يصلنا من المجتمع المدني. إنهم صوت اليمن الحقيقي البعيد عن كل الاعتبارات والحسابات الشخصية، وهم ينقلون معاناة الشعب اليمني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. على القيادات السياسية أن تدرك أن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر البشرية والمادية، ويعقد التوصل إلى حلول ناجعة لمستقبل اليمن ومن ضمنها مظالم الجنوب. وفي هذا الصدد فإن القضية الجنوبية تتطلب حلولا جذرية، وندعو اليمنيين للتعامل مع هذه القضية عبر الحوار والطرق السلمية. أخيرا سيد الرئيس، أريد أن أنوه أنه ولو تمكن بعض القيادات اليمنية من استغلال الحرب لتقوية النفوذ والاستفادة من المال العام، فإن محكمة التاريخ لن ترحم وصبر اليمنيين لن يطول. لقد نفذ صبر المواطنين من سياسيين يعملون لنفسهم وليس للوطن، يدمرون بلد بدل أن يساهموا بالبنيان. وأدعو من هذا المنبر جميع الأطراف للعمل من أجل السلام. الأعذار غير مقبولة والتبريرات غير مقنعة، خاصة وأن الحلول موجودة. إن قطار السلام لم يرحل بعد. شكرا سيد الرئيس. ، 感谢乌尔德·谢赫·艾哈迈德先生 所做的通报，我现在请斯蒂芬·奥布兰先生发言。